حكالي معروف. شو حكالك؟ عن انتظارك لي. وين رسائل؟ هن ثلاث دفاتر بالبيت. بخط ايدي؟ معناها بتجيبيهم بكره وتقري لي اياهم بصوتك. ما اشتقت لي. على فكره من 4 سنين كان في حديث وانا نسيت اقول لك شغله. من 4 سنين كنا عم نحكي حديث وهلا بدك تكملي؟ بدي اقول لك انه انا وحده غبيه. ايه وشو الجديد بالموضوع؟ يا ميس عن جد عم بحكي. بدي اقول لك انه انا وحده غبيه لاني شكيت بشجاعتك ورجولتك وما كنت بعرف قيمتك. قيمتي؟ انا مقرر انه في بكره الصبح والبس ثيابي وروح دور على قيمتي. اول شيء انت ذكي وفهمان واخلاقك عاليه وعندك مبادئ، هدول هن قيمتك. ما اشتقت لي. انا رح موت من كثر ما اشتقت لي. لك ايه دقى بقى لطفت لي قلبي. تعرف انه يعني ممكن ضل عم بحكي شهر. لك شو هالمنظر هذا بلا؟ ليش عمل هيك بحاله؟ لك الله حيو الجنو. هلا يا مسمرة كيفك؟